السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحين أخذكم في منطقة صغيرة كده في لندن، شارع بسيط صغير اسمه يوك في يوك سكوير. هذا مدخله، ايوه ترى هو مو مول، هو شارع بس مدخله الناس مزينينه بحيث انه ايه اصبح عامل كأنه مول. طبعا الشبك قافل لسه ما اتفتح، ان شاء الله راح يفتح قريب. طبعا هنا هذه بتقول لك يعني الشارع تقسيمته والمحلات ايش هي. المطاعم طبعا كلها مقفلة يعني في بعض المطاعم بس فاتحة في التيكاوي بس مش أكتر. يعني طبعا كان في العادة زي هذا الوقت يعني ويوم سبت الشارع يكون مرة زحمة ومليان ناس بس زي ما انتم شايفين يعني أنا أعتبر كده أن الشارع فاضي بالنسبة للساعة يعني 3 الظهر. هذا محل مجوهرات، شوفوا المطاعم كيف قافلة يوم سبت زي هذا ما تلاقي مكان تجلس فيه في ده الشارع. هنا زارة، هذا امتداد محل المجوهرات، يعني كل هذا المربع من أوله لآخره محل مجوهرات وألماس. بعد كده نجي ملابس، هنا زارة، يعني هم فاتحين جوا بس للتيك أواي. يعني اذا انت مشتري تكوي تجي هنا حاطين لك كليك اند كوليكت. لما تيجي توقف هنا تعقم يدك تستلم. طبعا احنا دخلنا من هناك اذا تفتكروا اورتيجيا، احنا لسه في الشارع نفسه ماشيين. شايفين هذا المطعم كيف قافل، هذا المبنى كله هذا المطعم، ومعاه طبعا محل سبا في الدور الثاني، يعني تحت كله المطعم فوق السبا بس كله مقفل. هذا الريستوران مرة لذيذ، الأكل عندهم الستيكات عندهم تجنن، بس إن شاء الله بعد ما يفتح الريستريكشن إن شاء الله أخذكم في زيارة للمطعم. طبعا في سيل وفي كتير أشياء بس كلها أونلاين. هذا المدخل للمطعم، مكتبة لذيذة فيها كتب مرة تاريخية حلوة.
ساعنا ماشيين في نفس الشارع. شايفين هذا المطعم برضو، هذا من المطاعم الجميلة جدا، كرفان، بس انه ما تقدروا تقعدوا جوا، تطلبوا بس تيكاوي. وكده تكون رحلتنا انتهت في شارع يورك دوك سكوير، وهذه المنطقة اللي شايفينها على الشمال هذه الماركت أخذتكم ليها قبل كده، بس دحين طبعا لأنه اليوم ما كان في ماركت، بس هذه موقع الماركت اللي زرناها قبل كده، كانت أعتقد دوك يورك سكوير ماركت. شوف نفس المنطقة دي، كان هنا حاطين لوحة، وهذه الكافي اللي رحت أخذت فيها قهوة لو رجعتوا لهذاك الفيديو. إن شاء الله تكون الرحلة نالت على إعجابكم. دحين راح أخذكم معايا شوية في طريق البيت. لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا لكم على حضوركم وحسن انصاتكم. Boy, boy.